اتكلمت عن تخوفي ان يكون ملعب المباراه النهائيه محمد الخامس، طبعا الكافه يعني من بعد الفرق اللي هتصعد من دور المجموعات. لكن خلينا في الموضوع الاساسي وهو فكره اتحاد الكره المصري اللي دايما بيقف جنب الانديه، وده شيء يحترم جدا، بل بالعكس احنا بنطالب بيه وبنطالب باللي عملته اللجنه الخماسيه حاليا في ازمه محمود فتح الله. محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك تقريبا، سايب نادي الزمالك 2013 2014 حوالي 5 6 سنين، كان له مستحقات سابقه حوالي 4.5 مليون. اشتكى كذا مره لاتحاد الكره في وجود بقى كابتن جمال علام، في وجود الاستاذ هاني ابو ريده، ما وصلش الحل. فلما اشتكى للكاف، الكاف حذر نادي الزمالك بانه لو ما سددش فلوس محمود فتح الله هيتم استبعاده من المشاركه. الخبر اللي في الجول، الاستاذ وليد العطار اتكلم وقال ان انا والاستاذ عمرو الجناني والدكتور احمد عبد الله، وطبعا احنا عارفين انتماء الاستاذ عمرو الجناني والدكتور احمد عبد الله، ساهمنا بشكل كبير في حل الازمه وجبنا محمود فتح الله. وطبعا محمود فتح الله خد 50% زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. الخبر من في الجول، اتحاد الكره مشاركه الزمالك الافريقيه في امان بعد التصالح مع فتح الله. خد 50% فتح الله وال 50% شيكات. بس هنا في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها. محمود فتح الله 5 أو 6 سنين عنده مستحقات. اللائحه الداخليه لاتحاد الكره المصري بتقول ان ما ينفعش اي نادي يأيد اي لاعب الا وفي شكوى ضد النادي ده من لاعب بمستحقات. طبعا شفنا مستحقات لاحمد حسن وتم الحديث عن ان اتحاد الكره اللي دفعها، شفنا مستحقات لعب واحد، شفنا مستحقات لمحمود فتح الله، وشفنا قيد اللاعبين بيتم بشكل عادي جدا داخل نادي الزمالك. فاتمنى من اللجنه الخماسيه فارس واي اتحاد كره يكون زي ما هو بيسعى لحل المشاكل مع الكاف اللي ما بيهزرش في بعض الاوقات، كمان ما يهزرش داخل اللوائح الموجوده محليا، واي نادي عليه شكوى بالمتاخرات يتم ايقاف القيد للعيبه. يا احمد احنا بنتكلم في ما ينبغي ان يكون، انما ما هو كائن بالفعل ان كل اللي بيعمله الاتحاد الحالي ان هو بيواصل على نهج سياسات الاتحاد السابق اللي في واقع غريب يا احمد استعرضناها هنا قبل كده، دفع الغرامات اللي على نادي الزمالك للاعبين اللي كانوا شاكينه في الاتحاد الدولي من مستحقات الاتحاد المصري لكره القدم، على اعتبار ان فيما بعد نادي الزمالك هيكون له مستحقات من مشاركه اللاعبين في كاس العالم فهيردها له. انت متخيل اتحاد كره بيخالف الامور الماليه واللوائح يا احمد في حاجات قانونيه واضحة ان انا اطلع من ميزانيتي كاتحاد كرة اللي هي محل رقابة من الجهات الادارية ادفع لنادي فلوس عليها فوائد، فلوس مفترض ان هي حسابات منضبطة ما بتخرجش بالشكل ده، وبنتكلم ان فيما بعد لما يبقى يجي لي من الزمالك هبقى اعمل مقصة، ده كأن انا وانت ايه سالفين فلوس من بعض. سلفني الفيفا اصلا نفسه ما كانش اعلن كل نادي بقاله قد ايه لما تم الدفع المبلغ ده، والمستحقات خدناها امتى احمد احنا كنادي اهلي بالظبط بعد فترات. فاحنا بنتكلم في اتحادات اصلا بتخالف اشياء لها علاقة بالامور الادارية للجهات الرقابية، فيبقى لو بيتوسطوا على طريقة ان احنا نوفق ده على ده مش هيتدخلوا. طبعا الامور واضحه من بدري جدا، احنا لازم نرصد بس الحالات دي وبنتمنى، وعشان برضو ما نحملش اللجنه الخماسيه الارث. لا احنا بنقول تمام كويس قوي بتقفوا مع الانديه، بس يا ريت تبقوا واخدين بالكم ان محمود فتح الله اللاعب ده هو اللاعب اللي كان بسبب شكوى كانت المفروض كان لجنه خماسيه تمنع قيد نادي الزمالك الصفقات الجديده، ولكن ده ما حصلش. فزي ما بتبصوا لدي بصوا لدي. ده كان موضوع اللي حابين ناكد عليه عشان بس اتحاد الكره، فكره اتحاد الكره الاهلاويه. وعندنا بقيه الاخبار يا فارس، عايزين ننتقل بقى لخبر هيفرح